السلام عليكم، مكملين وياكم بلينكس للمبتدئين. نانا سو كلير، اليوم راح ناخذ اذا ردنا نسوي كوبي، نسوي ls، نطب cd للدوكيمنت ls. راح نسوي كوبي مثلا للورك، تجي تسوي cp بالنسبة للwork وين تريد تنقله. نريد النقلة مثلا للhello، الفولدر اللي اسمه hello. راح نسوي ls هنا قبل ما ننتقل، نشوف الwork، الفايل الwork بعده موجود هنا لأنه احنا سوينا له كوبي. لكن إذا انتقلنا cd بالنسبة للhello ونسوي ls، أيضا راح شاهد وجود الملف work. زين، هسه إذا سوينا cd رجعنا للهوم وجينا قلنا cp يعني copy من copy من الفايل اللي هو document hello work، يعني وش دا نسوي احنا؟ هذا مو كنا داخلين document hello، جوا شكو الهلو اكو الملف اللي اسمه work. اذا جينا احنا اصلا احنا حاليا طابين على الهوم، قلنا له copy من الفولدر، يعني مو شرط نكون احنا داخل الفولدر، نقدر نقول له من الفولدر اللي اسمه document hello سوي لنا copy للwork. اذا نريد نجيبه الملف في الهوم، الملف في الهوم ايش راح نسوي؟ قبل ما نجيبه خلي نسوي لكم ls، شوفوا وراح نسوي copy من الدوكيمنت ومن الهلو، وبعدين نكتب work، نحط نقطة، نقطة يعني يجيب لنا اياه للفولدر اللي اني بي. انا حاليا وين؟ انا حاليا بالهوم، يجيبه هنا المفروض يطلع من اسوي ls، النقطة هاي معناها بالفولدر اللي اني موجود بي. ندوس انتر وراح نسوي ls، راح نشوف الورك اجى للفولدر اللي اني بي. ونفس الشيء نقدر همينة ناخذ كوبي من الورك، لازم لكن نروح نودي مثلا بالملف اللي هو ديسكتوب، نخليه بالديسكتوب عادي. تقدر ايضا تطي من ملف الملف وانت اصلا ما داخل لا بالدوكيمنت والهلو ولا انت داخل الديسكتوب، لكن بعدين اذا تروح سي دي ديسكتوب ls راح نشوف الملف work هنا انضاف. راح اكمل وياكم بالفيديو اللي يجي، تابعوا وياي.